بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي مظاهرين في محافظة جالة والطلبة والشباب، ونؤيد هذه المظاهرات على الحكومة الفاسدة الذي سرقت أموال الشعب. أنا مواطن من جالة، مناشدة إلى الدكتور علي التميمي. عندي موعد عملية يوم 17 بالشهر في مستشفى ابن البيرطار، فتحة في القلب، وأطلب مساعدة الدكتور علي ومساعدة الشرفاء ومساعدة أهل ديالة. أناشد كل شريف موجود في هذه ساحة المظاهرات، وربي يحفظ الجميع إن شاء الله.